خليني أقول لك إنه إحنا عندنا حاجة مهمة جدا عايزين نتكلم فيها متعلقة بالرعاية الطبية للنازحين أهالينا اللي جايين من السودان، عيادات الحجر الصحي اللي موجودة على المعابر، تطعيم أولادنا الصغيرين ضد الشلل والحصبة وما إلى آخره. خليني أرحب وبشدة بدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، منورنا يا دكتور. أستاذ يوسف تحياتي لحضرتك يا فندم ولمشاهدي حضرتك الكريم. لا والله ده احنا اللي نشكركم وعلى عاتقكم أحمال يضاف إليها أحمال. فالآن في ظل هذه الأزمة الراهنة في السودان، جزء من دور مصر العظيم هو إن احنا نقوم باللي بنقوم بيه دلوقتي على الحدود وعند المعبر المفتوح ما بين البلدين. احنا بنعمل إيه هناك في إطار الرعاية الصحية يا دكتور؟ يعني الحقيقة أنه منذ بداية الأزمة، ويمكن كان هناك توجيه من السيد الرئيس للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان برفع درجة الاستعداد الصحي لاستقبال النازحين من الأشقاء السودانيين أو من أي جنسية، وكذلك المصريين العائدين من هناك. ولهذا كانت أولى الخطوات اللي تم اتخاذها مع بداية الأزمة هي رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع منافذ الدخول، سواء كانت جوية أو برية أو بحرية، والدعم الفوري لهذه المنافذ بالكوادر الطبية، بالأدوية، بالمستلزمات، بالتدريب والتوعية للزملاء العاملين في المنافذ الدخول اللي هي عيادات الحجر الصحي، وخاصة في المعابر البرية، معبر قسطل، معبر أرقين، موقف كركر، اللي ارتفعت فيه أعداد العيادات المتنقلة من 5 لـ10. زودنا عيادات الدعم النفسي، عيادات الأطفال، وزودنا الفرق الطبية العاملة في هذه العيادات. والنهاردة الحقيقة مش بس احنا بنشتغل من خلال وزارة الصحة، لكن كمان هناك تعاون وثيق مع كافة المنظمات، الهلال الأحمر المصري، منظمة الصحة العالمية، اليونيسيف. بنعمل إيه؟ في عندنا عيادات متخصصة موجودة، بطنة وأطفال وجراحة وأسنان، وعيادات الدعم النفسي موجودة في 3 أماكن، وبنقدم الخدمة لكل المترددين. في عندنا تطعيمات للأطفال أقل من 15 سنة في جميع المنافذ. لحد دلوقتي إحنا طعمنا ما يقرب من 2100 طفل ضد شلل الأطفال، و731 ضد الحصبة والحصبة الألمان. إجمالي المترددين على العيادات في كافة التخصصات من كل الجنسيات، سواء كان المصريين أو الأشقاء في السودان أو الجنسيات الأخرى، حتى النهاردة 7/5 ما يقرب من 7706. رفع درجة الاستعداد في المستشفيات في أسوان، وخاصة مستشفى أبو سمبل وغيرها، وتحويل المرضى الذين يحتاجون إلى تدخلات أكثر دقة إلى المستشفيات، سواء مستشفى حميات أسوان، مستشفى أبو سمبل، مستشفى الصداقة التخصصي. وكمان لو احتاجنا تدخل أعلى بيتم تحويل إلى مستشفيات القاهرة، سواء حميات العباسية أو هليوبلس أو معهد الأورام لمن يحتاج. ده بالإضافة إلى تمركزات سيارات الإسعاف وتحرك سيارات الإسعاف، كل ده في التعامل المباشر مع اللي جايين. طب في جزء تاني وهي ناقلات الأمراض ومكافحة القوارض والحشرات والأغذية، والتأكد من سلامة الأغذية المقدمة، والتأكد من القضاء على ناقلات الأمراض من الحشرات والقوارض. ده جزء اللي احنا بنقدمه، يعني حقيقي بتقوموا برسالة الدولة المصرية بتقدمه ممثلة في وزارة الصحة والسكان للأشقاء من السودان وللمصريين ولكل العائدين والنازحين من الأحداث الحادثة في دولة السودان الشقيقة. والله يا دكتور أنا بجد من قلبي بشكركم حقيقي، يعني جهد أكتر من عظيم وأكتر من رائع، ويمكن دي أهم وأحلى مهمة ممكن البشر يقوموا بيها. أنا بشكرك جدا يا دكتور حسام، كل الشكر دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة.